انت بتعمل ايه؟ انت بتقلب نكونكو؟ نكونكو مين؟ اقسم بالله ولا اعرف. عدت بسلام، قدر ولطف. مش كل الماتشات هنكسب فيها 4 و5 و7 و9. اوقات المهم بيكون الثلاث نقط مهما كانت الاهداف اللي سجلتها. تخطف جول في الدقيقه الاخيره، فوز 1-0 زي 9-0، كلهم بثلاث نقط. وده اللي حصل في ماتش الفيحاء الاخير اللي كسبناه 2-0 في الدقيقه الاخيره. ماتش كان معقرب جدا وكان في طريقه للتعادل مع اهدار فرص كتير، والكره كانت رافضه الدخول للشبكه لحد ما حسمها البليهي وترك احتفال للذكرى. المهم دخل جيسوس الماتش بالتشكيله الطبيعيه مع تغيير صغير، لعب محمد كينو في نص الملعب مكان مالكم المصاب. تعويض مالكم مش سهل، واحد من اهم مفاتيح اللعب السنه دي، وتعويضه كان بانك غيرت الطريقه ولعبت 4-3-3، كينو مع نيفيز وسافيتش في النص، وميشيل جناح يمين وسالم في الشمال، ميتروفيتش مهاجم. في بدايه الماتش محاولات من سالم وكينو كانوا قريبين من مرمى، وحاول ميتروفيتش لكن العارضه. خلص الشوط الاول بتعادل سلبي. مع بدايه الشوط الثاني الهلال نزل بيهاجم علشان يسجل، وحاول من الاطراف مع تقدم صعود من الناحيه اليمين وزياده من نص الملعب لسافيتش اللي كان هيسجل برده. جيسوس نشط الفريق ولعب باثنين مهاجمين، الحمدان نزل مكان كينو والبريك مكان الشهراني، وبقى الفريق بيلعب تقريبا 4-2-4. طوفان هجومي من الهلال وبساله دفاعيه من الفيحاء لحد ما جه الفرج في الدقيقه 85 واستغلال كرة ثابتة، ولو غاب التوفيق عن المهاجمين يظهر البليهي ويسجل هدف بثلاث نقط. واللي خطف الأضواء أكتر من الهدف هو احتفاله، البالونة اللي كان حاططها معاه وجري نفخها واحتفل بيها. البليهي بعد الماتش في فيديو انتشر قال إنه محتفظ البالونة في الشراب من شهرين تقريبا علشان يحتفل بيها بعد تسجيل الأهداف، لكنه ما كانش بيسجل أهداف ودلوقتي جه وقتها. ولما اتسأل أنت بتقلد احتفال نكونكو لاعب تشيلسي؟ قال أقسم بالله ولا أعرف. طبعا يا علي، أنت تعرف ميسي ورونالدو وتخرجهم عن شعورهم كويس. خلاص الماتش خلص واتحسم؟ لا ما خلصش. ميتروفيتش ما سجلش؟ لا ما ينفعش. سجل ميتروفيتش هدف كالعاده في الدقيقه كام؟ 97، وبيحطم ارقام قياسيه كتير قوي، ويبقى اول لاعب بيساهم في 12 مباراه متتاليه مع الهلال طول تاريخه، واول لاعب في تاريخ الزعيم يسجل 17 هدف في اول 17 مباراه في الدوري، وهو نفسه اول مره يسجل في 10 مباريات متتاليه في كل الدوريات اللي لعب فيها. كسب الهلال الماتش ال 20 على التوالي بدون هزيمه او تعادل، واحنا رايحين الاجازه رايقين مع مدربنا الكبير اللي بعد عودته للهلال في نص الموسم الاول حقق اكبر فوز في تاريخ الدوري، واكتر مدرب حقق انتصارات متتاليه في تاريخ الدوري وكل البطولات معانا. جه وقت الراحه وتوقف الدوري، وهنبتدي فقره الانتقالات الشتويه. جيسوس اتكلم بعد الماتش عن خساره نيمار واصابته الكبيره والتفكير في تعويضه اما بلاعب في نفس مركزه او ظهير ايسر، ودي حاجه هو لسه ما استقرش عليها، مع وجود اهتمام بضم الجناح الياباني ايتو علشان يقدر يفيد الفريق في اسيا، او ظهير ايسر عالمي زي سيو هرنانديز مثلا. قولي يا مشجعين الزعيم، تفضلوا تدعيم مركز ايه بلاعب عالمي؟ والمهم دلوقتي ان كلنا مع الاخضر في كاس اسيا يرجع لنا باللقب. منظر الجماهير في المدرجات عظيم، مشاهد تخلي جسمك يقشعر، حماسهم هتافاتهم وتيفو وتفاعلهم كمان مع اللعيبه اللي عايشين حاله حلوه مع الجماهير قبل وبعد كل ماتش، واللعيبه الاجانب كمان ارتبطت بيهم عاطفيا، وده بان في احتفال كيسيه والصوره السيلفي اللي اخدها. 6 ماتشات متتاليه كلين شيت ومجهود دفاعي يستحق الاشاده. التشكيل نفس الاسماء ونفس الطريقه، حتى مع تالق ديميرال اخر ماتش لما شارك بهدف واسيست قرر يكمل ويحافظ على تجانس المجموعه بوجود الرباعي علي مجرشي، ريان حمد، ايبانيز، سعد بالعبيد. اول 30 ثانيه كان هيجي هدف مبكر بعد عرضيه من مجرشي ورقصيه من فراس البريكان خرجت بره المرمى، كان ممكن يكون هدف مبكر يريح الكل بدل تعب الاعصاب لاخر ثانيه. وماتشات الاهلي تقريبا بقينا نشوف نفس الشكل، وتفصيله صغيره تحوله من فوز سهل لفوز بشق الانفس او تعثر، هو الهدف المبكر لو سجلت بدري بتفتح معاك. كل ما الوقت بيمر بيزيد الضغط ورغبه اللعيبه في التسجيل، فده بيخليهم يضيعوا فرص. يعني الاستحواذ على الكوره شيء بقى طبيعي بالنسبه لنا، بنستحوذ وبنروح وبنهدد، بس اللمسه الاخيره ماتش الخليج الاستحواذ لينا، سددنا 15 تسديده 6 منهم على المرمى ومضيعين كمان كذا فرصه خطيره، وكان ممكن يكون اجمل هدف لم يسجل في العالم كله. اسيست بطول الملعب من كيسيه وتسديده على الطاير من فيجا صدها حارس مرمى الخليج. وبكلامنا عن استحواذنا وصناعه الفرص لازم نشيد بمندي اللي راجع بمستوى رائع، وتصديات بتخلينا نحافظ على افضليتنا. محاوله من رياض وتسديده بتصطدم بالدفاع، واللي بتبقى قريبه قوي بس بتمر جنب القايم. الراس بيستغل الركنيه بيلعبها براسيه حلوه قوي بتطلع فوق العارضه بحاجه بسيطه، تكتل دفاعي رهيب من فريق الخليج. محاوله مرتدات بائسه لخطف اي فرصه ممكنه من محمد شريف وفابيو مارتينيز. فيرميريو نزل مكان فيجا عشان يزود عدد المهاجمين وبيلعب جنب فيروس، وبعد الدقيقه 90 دفع ياس لباثنين لعيبه كنفس اضافي، فهد الرشيدي وزياد الجهامي مكان رياض محرز والمجحد. 96 دقيقه وفاضل خلاص ثواني على الوقت بدل الضايع، وانتظار ركنيه على امل تسجيل هدف
حسم الثلاث نقط، لكن دفاع الخليج خرج الكرة وخلاص في طريق المرتدة او ان المباراة تنتهي خالص. ايبانيز رجل المباراة بيعمل المستحيل ويقاتل على الكرة، ويقدر يجبر رودريجز اللي ما كانش شايف ايبانيز وراه ويرتكب ضربة جزاء سجل منها كيسي هدف الثلاث نقط مع صفارة النهاية. مش مع صفارة النهاية بالظبط، لان الدقيقة 101 مع توقف المباراة لوقت كبير. الخليج جات له هجمة كان ممكن يضيع كل الفرحة دي بهدف قاتل بعد هجمة سريعة وكرة عرضية ورأسية مبختة، لكن تألق مندي وانقذ فرصة هدف مؤكد، وانفجر الملعب بهتاف الجماهير وهم بيقولوا في نفس واحد مندي مندي. الثلاث نقط راحت للروكي عشان الدنيا تبقى اهدى كده لحد نهاية فترة التوقف. محتاجين وقفة مع فرحة الجماهير بعد الهدف وفرحة يا ياسلا واللعيبة بالطريقة دي، الروح والحماس اللي اخيرا رجعوا لقلعة الروكي. وهنشوف ايه اللي هيحصل في يناير والتدعيمات اللي محتاجينها. مهاجم جديد طبعا، الصحفيين مع الجماهير الكل منتظر يعرف مصير فيرمينيو، لدرجة ان في الميكسد زون بعد الماتش فيرمينيو رفض يقف للصحفيين وقال لهم انا عارف كل مرة هتقولوا نفس الكلام ونفس الاسئلة، لكنه وقف لهم فعلا وقرر يسمعهم. وكان السؤال المتوقع، هل ستبقى مع الاهلي ام لا؟ قال لهم قلت لكم نفس السؤال وسابهم ومشي. لو بنتكلم عن رحيل الاجانب فاول واحد لازم تحصل معاه تسويه هو فيرمينيو، على ان نلتقي في الانتقالات الشتويه ونخلص احتياجاتنا. المهم دلوقتي كلنا مع الاخضر في كاس اسيا يرجع لنا باللقب. ماتش متوقع يكون صعب مع واحد من انديه التوب فور والحصان الاسود في دوري روشن السنه دي، فريق التعاون مع شاموسكا خسر مرتين في اخر 3 ماتشات من الهلال ومن الفتح، فاكيد خلاص مش عايز يفقد نقط اكتر، بيأكد البدايه القويه للفريق في الموسم ده. دخل كاسترو الماتش بنفس الطريقه والتشكيل تقريبا مع تغييرين بس، عبد الله الخيبري لعب في نص الملعب مكان فوفانا اللي كان على الدكه، وعبد الاله العمري رجع في الدفاع جنب لابورت مكان علي اللجامي. بدايه الماتش كانت زي ما توقعنا، مش هتكون مواجهه سهله ابدا. تعاون ماسك كوره وبيحاول يبادر بالتسجيل، وكان واضح عدم انسجام الثنائي عبد الله الخيبري بروزوفيتش في نص الملعب، لحد ما لقينا الفار بيستدعي الحكم وبيقول له تعالى شوف في ضربه جزاء للتعاون. الحكم شاف الفار وقرر يحسبها بعد ما شاف ضربه بالكوع من عبد الاله العمري. هي حاله تقديريه، ناس شايفه تتحسب وناس لا، واحنا هنا قلناها كتير قبل كده مش بنعلق على قرارات التحكيم، بس القرار ده اتسبب في غضب كريستيانو رونالدو اللي اعترض بشده على الحكم اللي قرر يديله انذار. يا راجل في حد يدي انذار للدنوي عاديه؟ اتحسبت ضربه الجزاء وسددها اشرف المهداوي، ولسه بقول هي نواف العقيدي صدها رد التاني لاشرف اللي سجلها في المرمى وتقدم التعاون. والضغط فعلا جه فايده وقدرنا نتعادل بعد سلسله من التمريرات من رونالدو لتاليسكا للقادم من الخلف اللي لقى نفسه منفرد بروزوفيتش، سجل التعادل العالمي. بعد التعادل النصر كان عنده رغبه في تسجيل الهدف التاني، وكملنا محاولات من رونالدو وماني وتاليسكا واوتافيو. رونالدو كان بيتحرك في كل مكان ويسقط للخلف ويحرك زمايله اكتر ويحررهم من الرقابه بتحركاته دي، ومن ضربه ركنيه رفع بروزوفيتش الكوره اللي وصلت للمدافع لابورت اللي لعبها براسه حلو قوي وسجل الهدف التاني. بروزوفيتش الفتره الاخيره بصراحه ابهرني مساهماته التهديفيه، سجل وصنع قدام التعاون وصنع قدام الشباب وسجل قدام الاتفاق. وقبل نهايه الشوط الاول نواف العقيدي كان يستحق التحيه بعد ما تصدى الهدف مؤكد من جواو بيدرو وحافظ على التقدم بدل ما كنا ننهي الشوط متعادلين. بشكل عام العقيدي في الشوط الاول عمل 4 تصديات غير انه تصدى لضربه الجزاء قبل ما ترجع للمهداوي ويسجلها تاني. الشوط التاني بدا بافضل شكل ممكن، هدف ثالث مبكر عن طريق اوتافيو اللي بدا خلاص يبروز دوره الكبير في الملعب بارقام كمان كتسجيل وكصناعه، متقدمين 3 بس في حاجه ناقصه صح؟ واخدين بالكم هي ايه؟ رونالدو لسه ما سجلش، حاول مره كانت انفراد بس الحكم حسبها تسلل، وكره ثانيه تجي في العرض. اول مره النصر يسجل ورونالدو ما يساهمش في اهداف من ماتش ابها في الجوله 9 اللي خلص 2-2، ما سجلش اه في الديربي ضد الهلال بس وقتها الفريق كله ما سجلش. بتقول ايه؟ كل الكلام ده نركنه على جنب؟ رونالدو سجل في الدقيقة 92؟ خلاص يا جماعة خلاص، ولا كأني قلت حاجة. حفلتنا بقى ومزكتنا ونحتفل بهداف العالم كله في 2023. سجل هدفه رقم 54 وعزز صدارته كهداف للعالم كله، وصدارته لهدافين دوري روشن ب 20 هدف و 29 مساهمة ما بين تسجيل وصناعة. لم ولن ينتهي أبدا. المهم هنا إن احنا خدنا 3 نقط قبل التوقف وحافظنا على فارق النقط، والحديث بقية بعد كأس آسيا. المهم دلوقتي كلنا مع الأخضر في كأس آسيا يرجع لنا باللقب. الحمد لله ان الماتش اتاجل بصراحه، يعني الامطار خير طبعا وبيجي وراها كل خير، ومن ضمنهم تاجيل ماتش الطائي واننا مش هنلعب لحد بعد بطوله كاس اسيا. فرصه كويسه الاجواء السلبيه اللي حوالين النادي دي تروح ويبقى معانا فرصه نجيب صفقات في يناير، والاجواء داخل الفريق تبقى افضل ونشوف شكل مختلف في فبراير بعد كاس اسيا، لان الظروف الفتره الاخيره مش افضل حاجه. اصابات بتضرب عدد كبير من اللعيبه ومشاكل في اوضه اللبس ونتائج سلبيه. لسه جالاردو محتاج وقت لفرض اسلوبه، واعتقد ان فتره التوقف دي مثاليه وجت في وقتها مع فتره الاعداد. المهم دلوقتي ان كلنا مع الاخضر في كاس اسيا يرجع لنا باللقب. وبس كده، ده كان كل كلامنا عن الجوله 19. لايك شير سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات ونتقابل بعد كاس اسيا.